اللقاء لأي حد عنده أي استفسار يقوله، بمعنى إن إحنا مش هنسأل أي تساؤل إلا في الآخر، لأنه قد يكون في تساؤل عند بعض من حضراتكم لما هنتكلم عن التفاصيل السؤال ده هيتجاوب عليه. لكن لو إحنا اتكلمنا عن التفاصيل وفي حد مازال عنده تساؤل عن حاجة خاصة بالتدريب اللي إن شاء الله ربنا يوفقكم وتتخطوا الامتحان اللي هيتعمل الأسبوع الجاي ويحضروه، أي سؤال إحنا موجودين نجاوب عليه. تمام؟ وبالتالي أنا اتصلت بحضراتكم كلكم، تليفوني موجود معاكم، بس يفضل لو في أي أسئلة تتسأل قدام المجموعة كلها عشان بقيت زملائكم يستفيدوا من الإجابة بتاعت الأسئلة. أنا اسمي خالد بيومي، أنا شغال خبير في برنامج اسمه برنامج دعم التشغيل. برنامج دعم التشغيل ده أحد البرامج اللي بتمول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في أسوان، تمام؟ وهي بتهتم بدعم تشغيل الشباب، مش بتلاقي لهم شغل لكن بتأهلهم لسوق العمل. بتكون ممكن تكون عايز تشتغل في وظيفة معينة لكن المهارات بتاعة الوظيفة دي مش موجودة عندك. احنا كتعاون فني ألماني بنهتم بتنمية المهارات للوظائف محددة عشان لما تطلع تقدم عليها ممكن تبقى مؤهل ان انت تشتغل فيها. وبما انه مجال الطاقة الشمسية احد المجالات الواعدة في أسوان في الفترة الأخيرة والفترات قدام جاية كتير ان شاء الله، فاحنا كتعاون دولي ألماني وبرنامج دعم التشغيل اهتمينا بمجال الطاقة الشمسية، تأهيل الشباب خريج التعليم الفني والفني الصناعي أو التعليم المزدوج لسوق العمل في مجال الطاقة الشمسية. في مجال الطاقة الشمسية أستاذنكم اللي يجوا متأخرين يفتكر قبل ما يمشي يسجل بياناته عندي عشان احنا مش هنعطل بس اللقاء. ماشي يا جماعة؟ انا برحب بيكم طبعا وبشكر الناس اللي التزمت، وفي ناس تاني كتير تقريبا قد العدد اللي جه ده، في ناس مدعيين ونتأكد عليهم بالتليفون مرة واثنين، اخرهم يوم الاسبوع اللي فات نتأكد عليهم مرة من 10 ايام، للأسف يعني ما التزموش بالحضور، فطبعا دي حرية شخصية لكن احنا بنعمل علينا وبنحترم الناس اللي بتلتزم بالحضور، لان الالتزام ده عايزكم تحطوا تحتها كده ايه 30 خط عشان الالتزام ده ان شاء الله المجموعة اللي هتكمل معانا في التدريب هو هيبقى عنوان التدريب اللي هنعمله، الالتزام. الالتزام في كل حاجة مش في الوقت بس. تمام يا جماعة؟ انا بدعو انا طبعا محتاج اعرفكم على اللي موجودين معانا في القاعة. ميس كارمن خبيرة في برنامج دعم التشغيل، وهي هتقدم نفسها وتقول لكم هي بتعمل ايه في أسوان. الأستاذة دينا محب هاي برضو هسيبها تقدم نفسها، مش هقدم حد انا. والأستاذ محمود زكي موجود معانا برضو من وزارة التربية والتعليم في أسوان، برضو هيقدم نفسه. وهنبتدي ان شاء الله في فعاليات اليوم على طول دلوقتي. انا بدعو ميس كارمن انها تقدم نفسها وتقدم الدعم اللي بتقدمه لإشارة أسوان. شكرا يا سيدة. صباح الخير كله. Sorry, my colleague Dina have to help me because I don't know Arabic. قلت لكم صباح الخير، قلت لكم إن أنا معلش هساعدها لأن هي مش بتعرف عربي. So, اسمه كارمن، اسمي كارمن. أنا من ألمانيا. I'm working for GIZ, like my colleague Khalid, and I would like to say hello to all of you in the name of GIZ. I'm very, very happy to see all of you, okay? And I hope the next batch, this is our second batch, will be also successful like the first one. بتقول لكم أنا اسمي كارمن. هي من جي اي زد زي زميلها استاذ خالد اللي هو التعاون الالماني. هي بترحب بيكم ان انتم موجودين باسم جي اي زد. هي بتتمنى ان البادج ده المره دي تكون ناجح زي البادج الاولاني، ان احنا دي تاني مره نعمل التدريب ده، فهي بتتمنى ان هو يكون ناجح زي التدريب الاولاني.
This session now is very, very important for you. So you should understand everything, all the details. So please shut down your mobile phone, okay? Only for the next 3 hours. And then you can start with your mobile phone as always. بتقول لكم الجلسة دي محتاجة تركيز، فياريت لو سمحتوا تقفلوا موبايلاتكم لغاية بس الساعتين اللي جايين دول لغاية لما نخلص. I'm very happy also to have a female with us. Very very happy. I wish we had more, but inshallah in the future. بتقول لكم ده كل حاجة من ناحيتها، ودلوقتي أنا هقدم نفسي من جامعة المستثمرين. اولا صباح الخير، انا اسمي دينا من جمعيه المستثمرين. يمكن انا اتصلت بكم في الاول خالص كلكم، وكنت بسال ايه مؤهلاتكم لو تفتكروا. انا برحب بكم باسم باشمهندس سطوحي اللي هو رئيس مجلس اداره جمعيه المستثمرين. جمعيه مفتوحه لكم في اي وقت لو حد عايز اي مساعده اي حاجه. في حد هنا فيكم التعليم مزدوج؟ واحد. احنا الوحده الاقليميه موجوده في الجمعيه هي اللي تبع تعليم مزدوج. تمام، احنا اكيد عارفه عن الوحده الاقليميه اللي انت قدمت ورقك فيها دي تبع الجمعيه. احنا تحت امركم في اي حاجه، وباشمهندس سطوحي بيقول لكم يا ريت. هو كان نفسه يكون موجود معانا بس اسف في القاهره، فهو كان بيتمنى فعلا ان انتوا البرج ده فعلا يبقى زي البرج الاولاني كده مشرف ان شاء الله. مرسي جدا.